قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سعيد شحاتة إنه لابد من زيادة معدلات الاستثمار للحفاظ على معدلات التشغيل، سواء كان الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي. وأضاف شحاتة أن الاستثمار الأجنبي يعد من أهم عوامل مواجهة الفجوة التمويلية دون اللجوء إلى الاقتراض، وهو ما يحافظ على مستوى الدين العام مما يقلل الضغط على العملة الوطنية. موضوع الاستثمار موضوع مهم جدا، خصوصا مع وجود الازمه الاقتصاديه الحاليه، خصوصا كمان بالاضافه الى انخفاض معدل الادخار العام، فبالتالي لازم نزود معدل الاستثمار للحفاظ على معدلات التشغيل. في معوقات عندنا زي عدم وجود استراتيجيه واضحه لطرح الاراضي الصناعيه، عندنا عدد انواع الضرائب عدد كبير جدا، عدم الاستغلال الامثل للموقع الجغرافي عن طريق المناطق الحره اللي موجوده في مصر. التوصيات اللي قدمنا بيها اول توصيه كانت سرعه التنفيذ القرارات الصادره عن المجلس الاعلى للاستثمار واللي انعقد برئاسه السيد رئيس الجمهوريه، ووضع خطه تنفيذيه لتنفيذ القرارات الصادره عن المجلس تشمل من يقوم بالاجراء وايه الاجراء المطلوب ومتى يقوم به، ومع وضع خطه متابعه لتنفيذ تلك الاجراءات ترفع تقريرها بصوره دوريه للمجلس الاعلى للاستثمار.